هلا ايه خلص روقي. روق؟ شلون بدي روق وابي ضايع؟ ابوكي رجال ما انه ولد صغير. ما التقى؟ لكن خلينا نروح نخبر جميل. مين هذا جميل؟ جميل الشرطي. طيب لميس روقي، القصة ما أنا مستاهلة نعمل بطاقة بحث عن العام فكري. كيف يعني مو مستاهلة؟ يعني أبوكي وبتعرفي فصوله الناقصة، بيكون نايم له عن تشير فيه وبس يصحى بيرجع مثل العادة. جميل، بابا أصلا ما عنده رفقات، ما حدا بيرافقه بالأصل. هالمرة أنا متأكدة أنه صاير معه شي. لميس أنا مقدر خوفك، يعني هي مو أول مرة بيساوي هيك، متأكد بالآخر رح يرجع لحاله، بيكون نايم جنب شي صراف أو شي حاوية. نسيتي لما لقيناه بالمقبرة بعد ما ضيعتوه يومين؟ يعني ما في شي بيخوف. اهدي، هي البطاقة واليوم موعد صرف راتبه وما راح يسحب الراتب. راح خبر المدير معناتها. ايه خبر.